عليه الصلاة والسلام وبعث رحمة العالمين، وصلنا إلى قول الله سبحانه وتعالى: وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى، تلك أمانيهم، قل هاتوا برهانكم كنتم صادقين. بلى، من أسلم وجهه لله وهو محسن فقد فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. هذا القول أو هذه الآية ما زال رب العالمين يندد ويعير ويعرض باليهود الذين هم بين ظهراني الرسول صلى الله عليه وسلم في المدينة، والذين يصرون على الكفر ويكتمون صفة ونعت النبي صلى الله عليه وسلم في كتبهم. فهم يقولون كذبا وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى. هذه الآية تقول إجمالا عن لسانهم أنه لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى، بمعنى أنه قالت يهود كما قال العلماء لن يدخل الجنة إلا من كان هودا، وقالت النصارى أنه لن يدخل الجنة إلا من كان نصرانيا. فأجمل الله سبحانه وتعالى كلامهم في هذه الآية، وهذا ما كان يعني يتكلم به العرب قديما ونحن نتكلم به الآن. وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى، أي قالت اليهود لن يدخل الجنة إلا من كان هودا، ولن يدخل الجنة، وقالت النصارى من لن يدخل الجنة إلا من كان نصرانيا. وبمعنى أن اليهود تكفر النصارى كما سيأتي فيما بعد تفصيلا، وقالت اليهود ليست النصارى على شيء، وقالت النصارى ليست اليهود على شيء، هم يأتون الكتاب كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم، فالله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. فإجمالا يجوز أن نقول وقالت اليهود والنصارى، وقالوا لا يدخل الجنة لمن كان يهودا نصارى، إجمالا على في قول اليهود والنصارى بعضهم مع بعض أو بعضهم مع بعض. وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى، تلك أمانيهم، قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. طبعا قال العلماء هذا كذب كذب وإفك كبير، لأن وأتوا بالدليل على ذلك من كتاب الله سبحانه وتعالى، أنهم كذبوا قبل ذلك وافتروا افتراء عظيما، وافتروا في كتبهم أن الله سبحانه أن الله تعالى يخاطبهم بكلمة أحبائي وبكلمة أحباء وكلمة أبناء، يا أحبائي يا أبنائي. ذلك قال الله سبحانه وتعالى في سورة المائدة، وقال اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه، قل فلما أعذبكم بذنوبكم بل أنتم بشر مما خلق، بل أنتم بشر مما خلق، يغفر ما يشاء ويعذب ما يشاء، والله على كل شيء قدير. ثم قالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة، قل أتخذتم عند الله عهدا فلن يخلف الله عهده. هذه الآية فسرناها قبل ذلك، كيف تقولون أنكم أبناء الله وأحباؤه ثم تقولون أن الله سبحانه وتعالى سيقذفكم في جهنم؟ هل يعقل أن أبا يدخل ابنه النار؟ هل يعقل أن حبيبا يدخل حبيبه النار؟ ليس معقولا أبدا أن أب يقذف ابنه في النار، وليس معقولا أبدا وليس معقول أبدا أن يقذف الحبيب حبيبه في النار. يبقى إذن أنتم كذابون، تقولون عن أنفسكم أنكم أحباء الله وأبناؤه ثم تقولون أنكم ستدخلون النار. وإحنا قلنا قبل ذلك لن تمسنا النار إلا أياما معدودة، قالوا سندخل النار 40 يوما بعدد الأيام التي عبدنا فيها العجل ثم نخرج، ثم تدخلون أنتم ولا تخرجون أبدا، قالوا ذلك للرسول صلى الله عليه وسلم في أحد الأقوال. وفي أحد الأقوال الأخرى قالوا سندخل النار 7 أيام ثم نخرج ثم تهلك النار تماما، لا يكون هناك أي نار. فبين الله سبحانه وتعالى كذبهم في هذه الأقوال المفتراء على رب العالمين. فأنتم الآن تقولون أنه لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى، فكيف تقول يعني خصصتم الجنة لأنفسكم فقط يعني ومنعتوها عن كل الناس، فكيف كيف 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 يكون ذلك؟ قد قلتم قبل ذلك أنكم ستدخلون النار 7 أيام أو 40 يوما بعدد، وأنتم قلتم أيتم أنكم أبناء الله وأحباؤه، فكيف تكون فكيف يطلق يقذف الله سبحانه وتعالى حبيبه وابنه في النار؟ هل هذا يعقل؟
لو سلمنا جدلا بما تقولون. إذن هذا كذب، والذي يكذب مرة بهذه المرة بهذه الطريقة يكذب مرة أخرى وأخرى وأخرى. ثم قال الله سبحانه وتعالى مبينا كذبهم، قل هاتوا تلك أمانيهم، تلك أماني كاذبة، يعني يتمنون الأمانية على رب العالمين بدون دليل. هذه قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. البرهان هو الدليل القاطع، كما قال الله سبحانه وتعالى والقرآن يفسر بعضه بعض في سورة الأحقاف، ائتوني بكتاب من قبل هذا وأثارة من علم إن كنتم صادقين. هاتوا كتابا واحدا من الكتب السماوية المقدسة يقول ذلك، فإن لم تستطيعوا فأتوا بأثارة من العلم، أي قليل جدا من العلم، حديث، هاتوا حديثا واحدا، هاتوا قولا واحدا للنبي يقول ذلك. لن تستطيعوا، إن تستطيعوا أن تأتوا بكتاب فأتوا بحديث، ائتوني بكتاب من قبل هذا من الكتب السماوية السابقة أو بحديث أو أثارة من الأثار، يعني أثار معناها قليل، زي ما احنا بنقول الواحد منا إذا شرب لبنا أو شرب أي أو أكل في طبق فيكون فيه أثار في الطبق، أو أثارة من العلم. ائتوني بكتاب من قبل هذا أو أثارة من العلم، أي حتى ولو حديث لم يستطيعوا. فإذا هم يقولون قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين، هاتوا برهانكم على ما تقولون. بلى، من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم. بلى، قول يقال للإكحاد أو لجحد ما قاله سابقا، عندما يكون الكلام بالنفي بصيغة النفي. هم يقولون وقالوا لن يدخل الجنة إلا من هودا نصرا، هذا إذا الكلام هنا بصيغة النفي. فعندما يكون الكلام بصيغة النفي، إذا أردت أن تنفي النفي تقول بلى، إذا أردت أن تثبت هذا النفي فتقول نعم. بمعنى أني لو قلت لك هل رأيت فلانا أمس، إذا كنت رأيته ستقول لي نعم رأيته، إذا لم تره ستقول لي بلى لم أره. فبلى تقل الإكحاد، زي قول الله سبحانه وتعالى، قول الرسول صلى الله عليه وسلم إن أهل الجنة، لا ترأون أهل الغرف من فوقهم كما تترأون الكوكب الدري الغابرة من الأفق من المشرق والمغرب وذلك لتفاضل بينهم. فقال الصحابي رسول الله تلك منازل الأنبياء لا يبلغها أحد غيرهم. قال بلى، والذي نفس محمد بهذه الرجال صدقوا الرسل وأمنوا بهم، يعني ليس كما تقول أنها فقط الأنبياء، يحلون الغرف اللي هيأخذها الصوامون القومون هيحرم منها من ليس له وردة من الصيام أو قيام. فقالوا بلى، فقال يا رسول بلى ليس كما تقول، ليست خاصة بالأنبياء فقط بس يأخذها أيضا الصوامون القومون كما تكون في الأحاديث السابقة. فالرسول قال بلى لأنه يكحد هذا الكلام، لأن الرجل تكلم بصيغة النفي لن يدخل. فإذا هنا ربنا اليهود يقولوا لن يدخل الجنة، فقال بلى جحدا لهذا الكلام، بلى من أسلم وجهه لله، أي من دخل من اعتنق الإسلام دينا وأسلم وجهه لله سبحانه وتعالى. طب ليه ربنا سبحانه وتعالى قال أسلم وجهه؟ دائما رب العالمين يقول وجه، لأن الوجه هو مناط العزة والكرامة، مناط العزة والكرامة في الإنسان. ذلك حتى رب العالمين يرمز لنفسه بالوجه، كل شيء هالك ويبقى وجه ربك، كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، كل شيء هالك إلا وجهه. شوفوا الآيات القرآن كلها تتكلم عن الوجه، يا ربنا سبحانه وتعالى يرمز لنفسه بالوجه. الوجه مناط التقليف، هو مناطه أيضا هو مناط الجمال بالنسبة للإنسان. الإنسان من يسأل يروح يتزوج إنسانة أو ما ينظر إلى وجهها، مدى الجمال في وجهها. والإنسان عندما يصلي ويسجد بوجهه، يمرغ أنفه في التراب وأنفه في التراب، هذا هو السبب الأول. وذلك السبب الثاني الوجه فيه الحواس التي يدرك بها المؤمن عظمة الخالق سبحانه وتعالى، فيه العينين التي تبصر آيات الله سبحانه وتعالى، فيه الأنف التي تشم رائحة الطيب والمسك والورود التي خلقها رب العالمين، فيها حاسة التذوق التي يتذوق بها المؤمن الطعام والشراب الذي خلقه رب العالمين ويسبح رب العالمين من حلاوة الطعام، فيه الأذن التي يسمع الله التي يسمع بها المؤمن والقرآن ويزداد إيمانا أو يدخل في دين الله سبحانه وتعالى بسماع القرآن، والأذن هي السبب، والوجه في الرأس
فيه العقل الذي يدرك الذي يدرك ويعي. فإذا الوجه هام جدا، لذلك قال الله سبحانه وتعالى: من أسلم وجهه لله، أي استسلم وانقاد انقيادا تاما لأحكام الشريعة الإسلامية ودخل الإسلام، بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن. طب يعني هو محسن؟ يبقى لكي تقبل الأعمال وتدخل الجنة يجب أن تعتنق الإسلام، دي أول حاجة. بعد أن ظهر الرسول صلى الله عليه وسلم، هناك شرطان آخران. أولا أن يكون العمل على خالصا لوجه الله سبحانه وتعالى، يجب أن يكون العمل خالصا لوجه الله سبحانه وتعالى. من عمل عملا، قال رب العالمين في الحديث القدسي: من عمل عملا أشرك فيه غيري تركته وشركه، روح لشريكك. وفي رواية أخرى يقول له يوم القيامة: اذهب إلى شريكي فخذ منه الأجر، اذهب إلى شريكي فخذ منه الأجر الذي أتشركته معي. فأيضا لذلك أول من تصعر بهم النار يوم القيامة العالم والقارئ الذين تعلموا العلم وحفظوا القرآن لكي يشار إليهم بالبنان، هذا عالم وهذا قارئ. يقول: يا رب متى عملت في الدنيا؟ تعلمت العلم وقرأت القرآن. قال: كذبت. قال: تعلمت فيك العلم وقرأت فيك القرآن. قال: غالبا كذبت، بل قد تعلمت العلم يقال عالم، وقرأت القرآن يقال قارئ. وقد قيل: خذوه إلى النار. أول ثلاثة تسعر بهم النار: رجل تصدق بماله يمين ويسار، قال: رب تصدقت فيك بالمال. قال: كذبت، ما تصدقت ليقال جواد كريم. قد قيل: خذوه إلى النار. الثالث: مات شهيدا كما يظن بعض الناس، فيقال له: يا رب قاتلت فيك حتى ميت شهيدا. قال: كذبت، بل قاتلت ليقال شجاع جريء. وقد قيل: إذن العمل إذا لم يكن خالصا لوجه الله سبحانه وتعالى، لذلك الرياء سرطان الأعمال، إذا لم يكن خالصا لوجه الله سبحانه وتعالى لا يقبل. لذلك فقال الله سبحانه وتعالى: هو محسن. إذا من أسلم وجهه لله، يعني اعتنق الإسلام وهو محسن، أي عمل العمل حتى يكون عمل هذا العمل حسن ويقبل، يجب أن يكون هناك شرطان. الشرط الأول أن يكون خالصا لوجه الله سبحانه وتعالى. الشرط الثاني أن يكون موافقا لسنة الرسول صلى الله عليه وسلم. من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، عن سيدة عائشة رضي الله عنها في صحيح مسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، أي لا يوافق سنة الرسول صلى الله عليه وسلم مهما كان فهو رد، أي مردود عليه ولا يقبل. هذا هو كلمة حسن. يبقى من أسلم وجهه لله وهو محسن، لكن يعني كان يكون عمل حسن وهو محسن، أي يكون العمل حسنا. لذلك هناك أناسا قالوا قبل جليك، زي عبد الله بن جدعان وحاتم الطائي وغيرهم، كانوا مضرب المثل في الكرم. فسأل أصحاب رضي الله عنهم الرسول صلى الله عليه وسلم عن عبد الله بن جدعان. قال: صلى الله كان موفقا، كان بيعمل ولائم كل يوم ويعزم الناس. قال: هو في النار، لأنه أشرك لله وكان يعبد الأصنام قبل في الجاهلية. لكن هناك أناسا كانوا على ملة إبراهيم عليه السلام، الملة الصحيحة، سيدخلنا الجنة حتى قبل بعثة الرسول صلى الله عليه وسلم، أو كانوا على النصرانية الصحيحة كورقة بن نوفل، هو آمن بالرسول صلى الله عليه وسلم. إذن يبقى كلمة هو محسن تعتنق الإسلام، ثم يكون العمل موافقا، هناك شرطان موافقا لسنة الرسول صلى الله عليه وسلم، ويكون خالصا لوجه الله تعالى، فله أجره عند ربه. طب ليه ربنا يقول عند ربه؟ لو كان يقول فله أجره وخلاص، وهو لا خوف عليهم ولا يحزن. تأكيدا حتى يشعر المؤمن أن هذا الثواب في حوزة رب العالمين، وما كان في حوزته سبحانه وتعالى يضيع أبدا. زي ما احنا في اللغة العامية لما أقول لك إيه، ما تخافش الحاجة دي عندي، أنا عندي. لو أنت بتثق هذا الإنسان أقول له: فلوسك عندي. لو أنت تثق فيه ثقة كاملة ستطمئن. فذلك رب العالمين بيقول ده عندي، فله أجره عند ربه، فتطمنوا ثوابكم ده عندنا مش عند أي حد تاني، يبقى عمره ما هيضيع. فله أجره عند ربه، ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. احنا قلنا قبل ذلك: لا خوف عليهم، أي لا خوف عليهم مما تركوه، لا خوف عليهم مما يذهبون إليه من أهوال الآخرة، ولا يحزنون على ما تركوه من
زوجات وأولاد وضياع وأموال. يبقى لا خوف عليهم، لا خوف عليهم من المستقبل، ولا يحزنون على الماضي على ما تركوا، لان ما يزمون اليه خير وافضل مما تركوه. اللهم ابدله دارا خيرا من داره، وبيتا خيرا من داره، وزوجا خيرا من زوجه. لذلك ما يذهب اليه المؤمن افضل بكثير مما ترك. لذلك لا يخاف ولا يحزن، لا يخاف من ما هو قادم، ولا يحزن على مما ترك. وقلنا ان سمي اليهود هودا لانهم رجعوا الى الله سبحانه وتعالى بالتوبه بعد عباده العجل، كما قال بعض العلماء. فكلمه الهود، الهود معناها الرجوع، كما قال في سورة الأعراف، والقرآن يفسر بعضه بعضا، وقالوا إنا هدنا إليك، أي رجعنا إليك يا رب. وقال بعض العلماء أنهم كانوا يتحركون كثيرا في الصلاة، والذي يتحرك، كلمة التحرك معناها تهود، يتحركون كثيرا، أي يتهودون يتحركون كثيرا. والأنصار سموا أنصارا لأنهم نصروا سيدنا عيسى عليه السلام. قال من أنصاري إلى الله، والقرآن يفسر بعضه بعضا. قال الحواريون نحن أنصار الله، أمنا بالله وشهد بأننا مسلمين. وفي قرايه في ايه اخرى من انصار قال فايادهم الله سبحانه وتعالى عدوهم فاصبحوا ظاهرين، كما قال في سوره الصف، فايدناهم على عدوهم فاصبحوا ظاهرين. اذا وقيل انهم سموا انصارا لانهم كانوا من قبيل من قريه تسمى ناصره، فسموا على هذا باسم هذه القريه. والارجح هو القول الاول، وايضا القول الاول في اليهود ان هدنا اليك، لانه يوافق كتاب الله سبحانه وتعالى، اي رجعنا اليك. أقول قولي هذا، استغفر الله لي ولكم. تشوش تفعيل الجرس في شرق ناصر، وبرجل تساعدون 10 سنوات.